نرجس الحلاق تكشف حقيقة شرعية ابنتها من مهد فلان. عادت الفنانة المغربية نرجس الحلاق مساء أمس الجمعة 25 دجنبر 2021 لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية والنفسية، حيث أكدت أنها تحسنت وبدأت تتجاوز موضوع طلاقها من الممثل مهد فلان. وكشفت نرجس أنها توصلت بكم هائل من الرسائل والهدايا والزيارات في بيتها من أشخاص لا تعرفهم شخصيا، ولكنهم يكنون لها كل الحب والتقدير. وتابعت: بسبب تلك الفيديوهات قمتم بمساندتي، ولكن بالمقابل هاجمتم الطرف الآخر هو وعائلته. لم يكن هذا هدفي، ولا أريد أن أكون سبباً في تعرض هذه العائلة للهجوم، فبالرغم من كل ما تعرضت له لا أريد أن أكون سبباً في أذية شخص ما، فأنا إنسانة طيبة ولا أحب الأذية للغير. وحرصت نرجس الحلاق على توضيح موضوع مهم يخص ابنتها فناء، حيث ردت على كل ما يتم تداوله بخصوص حقيقة زواجها من مهد فلان وأن ابنتها غير شرعية، فقالت إن ابنتها شرعية ولن تسمح لأحد بالتشكيك في هذا الأمر.